أخيرا كتاب المراجعات النهائية الجوهرية لسنة 2024 بالإضافة لهذه الهدايا. في ثلاث هدايا كده هم عبارة عن إيه ونستخدمهم إزاي وسيبهم على جنب، ركز معايا بس دلوقتي في تفاصيل الكتاب. هيا بنا نبدأ، هيا بنا نبدأ. بس وقف، يلا اظبط الكتاب. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. ما هي محتويات الكتاب؟ اول حاجه الغلافه بتاعه الكتاب، لازم تبقى واخد بالك ان كلمه الجوهري بتبقى بارزه شويه، واي حاجه موجوده هنا عباره عن رسمه بتبقى بارزه شويه عشان الكتاب ما يضربش، توصل لك نسخه جودتها كويسه محترمه. بعد كده هتدخل هتلاقي ان في هنا صفحه بتقول لك محتويات الكتاب بشكل عام. عندنا ثلاث محتويات. الجزء الاول هو اسئله اختياريه حوالي 100 سؤال على كل فصل، شاملين كل الافكار بتاعه الفصل. بعد كده حاجه مهمه جدا، الاسئله المقاليه على كل فصل. بعد كده خمس اختبارات شامله اياك تحلهم في البدايه لان مستواهم عالي جدا، فمحتاج ان انت تكون مخلص مراجعه المنهج على بعضه علشان كل سؤال منهم هتلاقيه يربط لك الدنيا ببعضها، فخليهم في الاخر عشان مستواهم عالي. تعال بقى نشوف ايه هي اصلا الاسئله الاختياريه. اول حاجه هنبدا مثلا الدعامه والحركه. عندك 100 سؤال اختياري مستوياتهم يعني من فوق المتوسط لحد مستويات عليا في التفكير. وفي حاجة زيادة، ان مثلا السؤال الاول في فكرة، الفكرة دي هتلاقيها مكتوبة تحت، ما تبصش للفكرة الاول، حل السؤال وهات اخرك فيه، حليته انزل اقرأ الفكرة غالبا هتكون عارفها، ما انت حليت السؤال. طب لو ما عرفتش حل السؤال اقرأ الفكرة وحاول بعد ما تقرأ الفكرة تشوف هتعرف تحل السؤال ولا لا. بعد 100 سؤال مقالي قصدي اختياري هتلاقي الاسئله المقاليه، وركز بقى معايا. الاسئله المقاليه غرضها هو استحضار المعلومه بطريقه نشطه، بيسموها اكتيف ليرنينج مش باسيف ليرنينج. ايه الفرق؟ انا دلوقتي بذاكر، بتذاكر حاجه من اتنين، يا اما انت قاعد بتتلقى المعلومه سلبيا، انا بقول لك المعلومه انت بتتلقاها ما بذلتش مجهود، ممكن تكون مش مركز اصلا، ولكن بالطريقه ديت انا مثلا عامل لك شطر الدعامه والحركه كله عباره عن نقط، تمام؟ عباره عن اكمل، فبالتالي انت كلمه النقطه الفاضيه ديت بتستحس مخك ان انت تروح تفكر، فهي اسئله سهله في المتناول ولكن هتخليك تذاكر. بعد كده هتلاقي ليفل اعلى شويه، اذكر نوع الحركه في كل ما يلي، اكتب المصطلح العلمي، علل لما ياتي. اسئله علل دي سؤال واحد ممكن يلففنا الشطر كله. ماذا يحدث؟ اذكر مكان وظيفه. اسئله متنوعه، المسائل بتاعه الدعامه والمسائل بتاعه الحركه والوحده الحركيه. بعد كده هتلاقي الاسئله المقاليه او الاسئله المتنوعه، دي بقى ليفل اعلى شويه، هتلاقي عباره عن العمود الفقري مثلا وجايب لك كل الاسئله اللي ممكن تتسال على الصوره دي، وبعد كده فقره، جمجمه، قفص صدري، وهكذا. صور كتير، صوره وعليها اسئله، اسئله كتير، حوالي 55 سؤال متنوع. ال 55 سؤال دولت فيهم افكار الدنيا والاخره، صدقني بعد ما تحل الاسئله الاختياريه والاسئله المقاليه مش هتبقى محتاج حاجه تانية. ده غير ان احنا هنحل كتاب الامتحان، ده غير ان احنا هنحل معظم اسئله كتاب التفوق ان لم يكن كلها كمان، ده غير ان احنا هنحل من البدايه شوامل. طيب يا دكتور، بعد كده هتلاقي التنسيق الهرموني، 100 سؤال اختياري، بعد كده الاسئله المقاليه، بعد كده التكاثر. هتلاقيه متقسم حاجتين، الثلاث دروس الاولانيين هم التكاثر ما قبل الانسان، والدرسين الاخرين التكاثر في الانسان، دول ليهم بنك اسئله بتاعهم ودول بنك اسئله. بعد كده المناعه على بعضها، البيولوجيا على بعضها، ثم الخمس اختبارات شامله اللي مستواهم عالي شويه اياك تبدا بيهم. تعالى بقى اقول لك ايه هي الهدايا ديت. بص يا عم الحاج، احنا معانا ثلاث هدايا اتمنى يليقوا بكم واتمنى ينالوا اعجابكم، وهم ان شاء الله حاجه قيمه يعني، او هي يعني حاجه بسيطه انتوا تستاهلوا اكتر من كده بكتير. اول حاجه هتلاقي هذه النوت اللطيف اللي كنا عاملين زيها السنه اللي فاتت، وفي ناس كانت حطاها في النيش. حطاها في النيش بتعمل فيها ايه؟ بيقول لك من الجوهري، شكلها حلو، شكلها جميل، استخدمها استخدمها. هي عباره هتفتح كده هتلاقي فيه رساله، مش هقراها بقى، بقى اقرا انت الرساله ديت. بعد كده هتلاقي فيه صفحات، الصفحات ديت عباره عن تو دو ليست، اكتب فيها الحاجات اللي انت بتاعت كل يوم، تمام؟ اكتب هعمل ايه النهارده، وبعد كده انا ستارت دان، ستارت دان، بدات وانهيت. طيب ده بالنسبه للنوت، اتمنى تعجبكم والديزاين بتاعها جميل، وفي جمله ورا هنا ابقى اقراها انت مع نفسك لما توصل لك ان شاء الله. وبعد كده هذه الاستيكرز اللي انا تقريبا لزقتها على كل متعلقاتي، كل المكاتب بتاعتي، كل اللابتوب دهوت والتابلت اللي هناك دهوت والموبايل. اخواتي في البيت واخدين 500 ستيكر وملزقينه في كل حته في برضه في الادوات بتاعتهم يعني. بعد كده بقى والجزء الاهم وهو هذا الكوبون، كوبون الخصم. كوبون الخصم دوت فيه
كود هنا كده او كوبون عبارة عن خصم ممكن يبقى 15% او 25% او 50% او 90% اللي هي يعني تقريبا 100%. هي المشكلة بس المنصة مفيش اعلى من 90% في الخصومات. الكوبون ده يا جماعة بيستخدم مرة واحدة بس، يعني انت جبت الكتاب، كل واحد هيجيب الكتاب هيبقى معاه الاربع حاجات، الكتاب والثلاث هدايا، مش حظك، لا انت كده كده هتاخد الاربع هدايا، بس انت وحظك بقى في حتة الكوبون هو 15 ولا 25 ولا 50 ولا 90. طيب استخدم الكوبون ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. يلا بينا، تعال معايا نروح للمنصة الجوهرية. كالعادة يا سادة هتروح لجوجل كروم تقول له اتعرف الرجل الذي يعرف باحمد الجوهري؟ يقول لك اتقصد هذا الرجل؟ قول له ايوه هو هذا الرجل. تدخل على المنصة، تنزل تحت يا عم الحاج، هتلاقي اولى تانية تالتة، انت في سنة كام؟ انت في تالتة. وبعد كده تنزل شوية هتلاقي فيه ايه؟ جاري تحميل الكورسات. اهو الكورسات اتحملت، عندك كورسات المراجعه النهائيه. خد بالك انت عام ولا ازهر، ديت المراجعه النهائيه الجوهريه الازهريه، ودي المراجعه النهائيه الجوهريه، وزائد ليالي الامتحان ده بتاع العام. حلو قوي. بعد كده هتنزل تحت قول له انا عايز اشترك في هذا الكورس. لما تيجي تشترك بص بقى الخانه دي اللي مكتوب هنا يا جدعان، طبعا احنا مخبيينه عشان ممكن واحد بقى يلقطه ويروح يكتبه وبتاع ويستنصح. طبعا احنا اصلا حتى لو كتبته ما هو انت مش لوحدك، ما هو انت مش لوحدك الناصح، في 500 حد هيعمل كده. المهم هتقوم جاي ناقل الكوبون دوت، تنقله هنا من اوله لاخره، وكمان تكتب الحروف الكابيتال كابيتال والسمول سمول، والشرطه شرطه، والاندر سكور، في فرق ما بين الشرطه والاندر سكور اللي هي بتبقى ناحيه تحت شويه. المهم يعني تنقله صح، وبعد كده تقول له تطبيق الخصم. اهو تضغط تطبيق الخصم، هتلاقيه عمل لك الخصم بدل 360 جنيه هتلاقيه عمل لك خصم هنا، والسعر بقى كذا 300 وشويه، لو كان 15% لو 50% مثلا هتلاقي دوت 180. ايه ده بجد؟ اه والله 180 جنيه المراجعه، المراجعه كلها بلال الامتحان كمان. طب ممكن يبقى 90%؟ اه تشوف 90% بقى 90، يعني يا نهار ابيض دي حاجه ضخمه جدا، يعني هدفع لك بتاع 30 جنيه ولا حاجه. وبعد كده الذهاب للدفع، وتدفع عن هتطلع لك كود، الكود دوت هتوديه الى اي مكنه فوري وتدفع الفلوس، فهتلاقي الكورس اتفعل تلقائيا، ومرحبا بك في العائله الجوهريه ان شاء الله. طيب انا عرفت كل التفاصيل وخلاص، انا مستعد، انا عايز اشتري الكتاب، هلاقيه فين؟ يا اما اونلاين يا اما على الارض في المنافذ او المكتبات. بالنسبه للاونلاين فهو بوك ستور او بوك بي. بالنسبه للمنافذ فهتلاقي في بي دي اف موجود في وصف الفيديو او في اول كومنت لو انت على الفيسبوك، في كل المنافذ بتاعه الجمهوريه، يعني محافظه كذا فيها كذا وكذا وكذا، محافظه المنيا، محافظه البحيره، محافظه سوهاج، محافظه اسيوط، ايا كانت المحافظه شوف المنافذ ديت قريبه منك، عايز تروح تجيب الكتاب روح هاته. طب يا دكتور بقى كان بيقول لك ان احنا لو خمسه مثلا بنشتري الكتاب مع بعض اونلاين هيوصل لنا هديه واحده ولا كل واحد ليه هديه؟ يا حبيبي هو باكج على بعضه، هيوصل لك خمس كتب بخمسه نوت بوك بخمسه ستيكر بخمسه كوبون، وكل واحد ليه كوبون، ما ينفعش تخمس في الكوبون مع زمايلك يا ناصح، الكوبون بيستخدم مره واحده بس، فمجرد ما زميلك يستخدمه راح عليه، فاهمني؟ فكل واحد كتابه كوبونه استيكراته نوت 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 بوكاته. تمام، ربنا يوفقكم يا رب، اسمعكم كل خير. ما تنسوش ان احنا هنحل كمان كتاب الامتحان ومعظم اسئله كتاب التفوق ان لم يكن كلها، وهنحل اختبارات شامله من كتاب الجوهري ومن كتاب الامتحان، وكمان هنحل اسئله السنوات السابقه على كل الفصول. وليالي الامتحان بقى ده حوار تاني خالص، يعني سيبونا بس ادخلوا انت كده العربي تمام، واحنا هنقعد نمخمخ انا والتيم لحد ما تقولنا بقى في الاحيان ان عشنا وكان العمر، وهتلاقوا شغل جميل جدا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله فتره المراجعه النهائيه تعوضك عن كل ما فات، ان شاء الله فتره المراجعه النهائيه تبقى الهمه في السماء، ان شاء الله فتره المراجعه النهائيه تحس بالمجهود اللي احنا عملناه طول السنه في الشرح الاساسي والورش والمعسكرات، يعني ابشر بما يسرك يا طيب ان شاء الله. بس انت يعني خد النية كده والعزم ان انت تبذل مجهود مضاعف. ربنا يوفقك يا شباب، واسمع عن كل خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحبكم في الله، والله بحبكم في الله، ما تنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله. السلام عليكم.